السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن يكون الجميع بخير. دعائي لأصدقائي وأحبابي: اللهم لنا أحباب بالبسمة نحبهم، بالود نذكرهم، بالشوق نراسلهم، بظهر الغيب ندعو لهم، في القلب والروح نحتفظ بهم، فيا رب احفظهم واجعلني وإياهم في جنة الخلد نلتقي، اللهم آمين. شكرا لكل الأصدقاء والأحباب والعائلة الموجودين في قناتي والذين يدعمونني ويتركون لي تعليق رائع محترم. شكرا لكم جميعا، وأمسية طيبة وليلتكم سعيدة.